6 سنين من 2018 المفتح المدرسة بيدي عطيهم للمدير. الانتخابات نخدم في الانتخابات، نخدم في الانتخابات. المفاتح خذيتهم باذن من المندوبيه من المعتمد، متفقدين يجوني شاكريني زاده في خدمتي. المدرسه نظيفه، التلامذه نظيفه، قايمه بواجباتي، مسلمه حتى في داري على خاطر باش المدرسه تكون نظيفه وكل شيء. صغاري زاده نستغنى على برشا حاجات على صغاري. زكيه وهذا الكل وانت ما تخلصش؟ كل ما نخلصش هذا، كل ما خذش حتى دينار لا، فرنك لا، مليم لا. يبعثك المدرسة ويعطيك الكشي ويطبع، ومن بعد شنو هي اللي حبوا يتملصوا منها حسب رايك؟ قال لك انتم متطوعين. يا خويا قلت له متطوع 7 سنين، ها بالمعقول بالعقل، معنا باباي عنده بير نتاع بترول في السعودية، دي كنا عايشة. نرجع للكلمة اللي هي آكش قانوني غادي، مانيش قانوني، وأنت اللي واش حطني غادي. كل حد مش تحاسب على قد الفعل اللي عمله. علاش ساكتين عليك انت ماكش قانوني؟ يرحم والديك، هذا هو اللي نحب نوصل لي، هذا هو اللي اي صفه انت تخلي كونتاكتي في الكلام ذا و... لين لو جيت متطرف نخرج لك قنابل اني ما غادي، ما هو في المدرسه هي ابقى اسوء. شوف وقت تحب تزين بيا تعرفني، وقت تحب تتملص مني متطوع. شو متطوع؟ 14 سنه يا حبيبي، 14 سنه. انا واحد من الناس عندي 10 ملايين كريدي، 10 ملايين كريدي، معناها العطار ناخذ منها مصروف، وناخذ منها الدواء نتاع المراه، وناخذ منها رجوع التلامذه، كل شيء على العطار. وهو اصل معناها حكي معاه مدير المدرسه، راهو مش ينتدبوك، راهو مش ينتدبوه وكرديه جلهم. ثم اللي خرج من داره، خرج جي الكاري قال له اخرج، هذا زياد خرجوه من داره، ها زياد ها مطيش بالشارع. أطراف معينة في الاتحاد في النقابات ما خدمتش على قاعدة، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ما خدموش الملف كما ينبغي، سخنوا كراسيهم، دفوا بلايصهم، ركحوا أمورهم، لعبوا بينا. بالنسبة للانتداب في ولاية صفاقس عندي تسجيل صوتي وبالاسم، قالوا الانتداب من 6 ابتدائي للسابعة أساسي، عندي تسجيل صوتي سيدة انتدبوها 9 أساسي، على ضوء هذه سيدي وزير التربية وسي قيس سعيد رئيس الدولة يرحم أبيك حل التحقيق، عندي تسجيل صوتي موجود. هذه كيفاش دخلت؟ أنت ما قلت من السادسة للسابعة، وحنا طيحتنا أنا ثانية ثانوي واحد رابعة ثانوي، وأنت على بالك بينا نخدموا السيد البنية هذه كيفاش دخلتها؟ ساعة عطيني الاسم والصفة ومن بعد نبداو. سامي جبل، من صفاقس، خدمت طيلة 7 سنوات في مدرسة ابتدائية تبع صفاقس 2، خاطر في صفاقس عندنا مندوبية صفاقس 1 وصفاقس 2. المشكل الكبير والناس الكل طايش فيه وطايش في تبعت في الدوسي عليه، شنو اللي صار؟ بعد الثورة المدارس جل المدارس في صفاقس وفي كامل تراب الجمهورية شهدت شغور. كيفاش الشغور هذا؟ ما عادش حتى حد يمشي. اتصلنا بالمدير، مثلا اني اتصلت بالمدير نتاع المدرسه، قال لي برا شوف مع المندوبيه، مشيت مع المندوبيه مع السيد المندوب، قال لك برا اخدم عوض السيد اللي خرج انتريت، خاطر تويكا ما عندناش انتدابات تو، برا عوض واحنا بعد نقوموا معاكم باقصى حد باش ينتدبوك. مشينا على الوضعيه ذيك، معناها طالت الوضعيه اكثر من 7 سنوات، ثم اللي عنده 15 سنه، ثم اللي عنده 14 سنه، ثم اللي عنده 6 سنين. بعد ما مشينا للمدارس وقمنا باعز خدمه، معناها الناس نخدموا على نستنوا في الانتداب. شنو تخدموا انتم ساعه؟ اعوان تنظيف. اعوان تنظيف اي؟ وكل مدرسه والخصوصيه بتاعها، ثم اللي يخدم عون تنظيف اكاو، ثم اللي يخدم عون تنظيف وعون حراسه، خاصه المدارس الريفيه. معناها نخدموا كل شيء على اساس باش غدوه ينتدبونا. ما رعنا يهبط الكونكور، يهبطوا فيه شروط. واحنا يعرفونا اللي عنده ثاني ثانوي واللي عنده اولى ثانوي واللي عنده سادس ابتدائي. بعد هذا الكل هبطوا الانتدابات، مانيش عارف اطراف معينه في الاتحاد في النقابات ما خدمتش على قاعده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ما خدموش الملف كما ينبغي، سخنوا كراسيهم، دفوا بلايصهم، ركحوا امورهم، لعبوا بينا عائلات
ني واحد من الناس عندي 10 ملايين كريدي، 10 ملايين كريدي، معناها العطار ناخذ منه مصروفي وناخذ منه الدواء نتاع المراه وناخذ منه رجوع التلامذه، كل شيء على العطار. وهو اصل معناها حكي معاه مدير المدرسه راهو مش ينتدبوك، راهو مش ينتدبوه وكرديه جلهم. ثم اللي خرج من داره، خرج جي الكاري قال له اخرج، هذا زياد خرجوه من داره، ها زياد ها مطيش في الشارع سيد، هذا في المدينه، هذا مدرسه في المدينه. الى متى نقعدوا احنا هكا؟ الى متى الناس تلعب بينا يا خويا؟ ما ثم حلال دوسيات، او السيد رئيس قيس سعيد يحل في دوسيات الفساد، دوسي فساد اتم معنى الكلمه. انت طيشتني غادي وعطيتني مفتاح مدرسه، راني مانيش حال نبيع في المازوت، راه مانيش قاعد نبيع غادي في المازوت، راهي مدرسه. راهو انت بعد انت تحب تتملص مني مش بالكيفيه هذه وبالطريقه هذه، ماناش رانا قطعه قماش تمسح ايدك وتطيشها. راهو انسان وقدم للدوله واعطيني شكون يخدم 7 سنين و8 سنين و15 سنين، راهو موجود 15 سنين معناها موجود بالوثائق. ولا شوف يبعثك المدرسه ويعطيك الكشي ويطبع، من بعد شنو اللي حبوا يتملصوا منها حسب رايك؟ قال لك انتم متطوعين. يا خويا قلت له متطوع 7 سنين، ها بالمعقول بالعقل، معنا باباي عنده بير نتاع بترول في السعوديه، تي كنا عايشه كنا زواوله. شنو قال لك متطوعين؟ بعد هذا الكل كيفاش يحب يتملص منك؟ قال لك انت متطوع. متطوع معناها متطوع ما طلبنيش. شنو اللي قال لك متطوع؟ مسؤولين النقابات. النقابة في خلاصك؟ النقابات خاطر هي كانت فاعلة في الانتدابات، أبقى يجي يقول لك باهي هاو ثم انتداب، من بعد ما يصيرش انتدابك، وهذه قائمة. أنت تخدم بصفة قانونية في المدرسة مثلا ياخذوك أنت بصفة قانونية؟ بالنسبة للقانون ماهوش قانون، خاطر هو تحيل علي، خاطر هو كان جيت يخدم بالقانون ما يدخلنيش هكاكا. اسمعني من وقتاش ما خلصتش أنت؟ أنا من 2015 موجود. من 2015؟ للساعة هذي. ما خلصتش. حسب التقدير الشهرية اللي باش يعطيوها لك قداش؟ والله ما نعرفش قداش يعطوا، 800 600. انت من الاول كي دخلت خذيت شهريه ولا لا؟ علاش لا؟ علاش لا؟ انا نرجع للنقطه الفيصليه والنقطه الاساسيه، هي عملوا عمليه تحيل اعلان تحيل، ما دامك يخدمك ويوعدك بالكلام وما يخلصك شنو معناه؟ معناها تحيل عليك. اعطيني مفرده ولا حاجه خلاف الكلمه هذه. اسمعني انت معناها توقعت تمشي للمدرسه وتباشر ومفتاح المدرسة عندك وتكونتاكتي في التلامذة وتحل وتسكر والانتخابات ونعملوا كل شيء ونحل ونسكر ونعطوا اللمجة ونعسوا واسمع شوف ويعطيك فلوس لتيد مثلا، كيجي لتيد يقول لك راهو التروش بتاعك، هاي سيدي يجي نتحاسبوا، هاي ما هو هكا ماني ماكش ما تعرف بيا بان قانون تعطيني الفلوس لتيد. شوف فلوس لتيد لتيد ما هو ثم برسنتاج بتاع نسبة معينة للعامل يا ناخذوا فيها. نزيد نمشي معاك لبعيد، خلينا نفركوها الرمانة، لا ولا يلزمها تتفرك اليوم وبعد كل حد. كيفاش عاون متطوع؟ ني كيما عندي في ما هو أنت قلت لي متطوع، كيما هو أنت قلت لي متطوع، كيما بن قردان كيما بن زرت. كيفاش هو واحد في قصرين مثلا ياخذ تيني وهو نفس الحالة نتاعي ما ناخذ شيء؟ معناه ثم ملف فساد بتم معنى كلمة. اللي نفهم انا واللي حسب تقديراتي انا وحسب ما فهمت وحسب 7 سنين نخدم بلاش، اللي كون المدرسه تسمى مدرسه كذا عندها الاحتياجات بتاعها يعطاها تيني يعطاها كل شيء، لكن ما يوصل حتى شيء، الكل بالاوراق. تو المشكل ريتا تتملص مني وانت عامل لي كاشي. وين؟ ما شوف هذه القائمه ولا شوف هون. دور شويه الكاميرا، دور شويه. هذه القائمه ويعرفوا اللي كونوا في المدارس. هاي الطابعه الكاشي. جبت انا مو نتاع مندوب، هذا يعطيه لشكون يباصي هو طبع لي فيها الورق، ايه معترف بيا، ايه تو تتملص مني. اسمك موجود في القائمة؟ موجود. سامي جمل من 2015، هاو مبروك الحمد لله، 2014، صالح شلبي، ها 2017، هاو 2019، ها من القائمة. زكية الزياني، بير بن عيد، موجودين معنا. 47 مدرسة في ولاية صفاقس. تاع بنمزيه وناشد رئاسه الجمهوريه والناس قيس السعيد يرحم وبيك، رانا ذقنا المر وراهو لعبوا بينا. شنو الواحد كي يجي ويقول بلادي يلعبوا بيه؟ ما فهمتش يا خويا. تو جي السيف باش يقطع في الفساد يا خويا. حل ملف بصراحه، يازم يتحل ومشى للاتحاد ونشدته ويرحم وبيك وبالسياسه وما حب يفهمني حد.
إيني حقي وين؟ أنت تعرفني في مدرسة، أش بيك؟ أش بيك يظل ثم مش يخرج لهم الوالي، يخرج لهم الوالي، نحكي على صفاقس مثلا، يكلموك يا سامي بالله زين المدرسة راهو الوالي جاي، ومن بعد أش بيك تسكر علي تليفونك؟ أش بيك سامي ما تعرفهاش؟ أش بيك يجي للوزارة 600 تليفون يجيني، على خاطر متأكد، متأكد لكون الملف نتاعنا فيه 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 برشا حوايج الغالب ما عندناش باش نجموا نوصلوا لها بالغالب، ثم أقوى منك، ثم اللي دمري نقولوا حنا بلغتنا دمري يعرف كيفاش يغطي نيب اليوم سلفنا بجان ازاي جايبينه من المندوبيه ازاي نتاع الشغل هذاك نتاع التعطيل من المندوبيه شوف كل عندهم تصور عندهم دوسيات كيف مدام ريتا 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 شوف 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 اش نعملوا في المدارس شوف اش نعملوا في المدارس شوف اش نعملوا في المدارس راه الكل ممكن هذه عينه لكن ثم اللي يعمل اكثر مني شوف شوف المسرح نيم نتاع مسرح نتاع ها شوف الشهيد يستغني يا اخوي تفضل شهد شوف ها استحقاق سامي جمل المشاركه في الفعاليه الثقافه ها تفضل وان بليس نيم تاع مصايف راهو ما نحبش نحكي الانا اختي العزيزه ما نحبش نحكي الانا على خاطر وضعيات وضعيات ثم اللي يقدم اكثر مني وثم اللي يعطي لتونس اكثر مني اكثر مني صحيح على الغالب جات الفرصه باش نوري لكن صدقيني يخدموا اكثر مني وناس مضحيه اكثر مني وثم اللي عنده شوف التعاسات الكبرى هذا يسمينا ظالم وقف اني سلبي اني سلبي امه مريضه واخت وشد اعداديه وعمل ما يدعمش على خاطر وعقب التالي يا جماعه تحب تتملص منه يا خويا اسمع نعطيك من عمري ريتا نعطيك من عمري وخدمت تحت دربو وحبيت تونس يا خويا تحسب تقول لي ما قال لك حد ايجا اللي تحب تقوله اما ما قال لك حد ايجا اما باي صفه انت داخل المدرسه بصفه لكون احنا معوضين برا امشي عوض وتون تدبوك هذه هي هذا اللغز انا واحد منها طلبوا عليا كونت في الكونت كورون بالبوسطه وطلبوا عليا شهاده مدرسيه واعطوني بطاقه ارشادات عمرتها هذه هزيت من المندوبيه اي باش انا نتسلم المفتاح ونولي عامله في المدرسه اي وبعد قالوا بعد قال لك لا انتم متطوعين ما حبوش يعترفوا بينا متطوع اي 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 هي هذه الكلمه هذه هما اللي اعطوها لنا انا في الورقه اللي اعطوها لي نائبه عملاء معناها النوب شكون فما شكون تقعد وانا عيط لي المدير ومشينا للمندوبيه ورجلنا معناها الاوراق ما فماش معناها ما غير تو الدوسي في الكارطابله تاعنا باش نجبدو مؤخرا مادام انت بصفتك قانونيه في المدرسه ولا لا هي ما هي صفة قانونية، أما كي مش نجول الحق أنا بصفة قانونية، مادام حطني مسؤول، ما جيتش وحدي أنا دزيت الباب ودخلت. ما دزيتش الباب ودخلت وحدي، معناها حطني مسؤول سلمني مفتاح، راني نجي السبعة نحل الباب، راني نروح السبعة باش نسكر الباب، راهو مع ريتي الشاوش اللي هم حاقرينه، لو كان ما يجيش الشاوش وما يحلش الباب المدرسة ما تتحلش. ما يدخلوش التلامذة، شكون ينظف التواليت؟ شكون التلميذ اللي يطيح في الساحة؟ شكون يجي سيد شكون هو سامي ولا أشرف ولا زيد ولا إكس ولا إكريك؟ راهو المعلم ما يتكلف حتى بشيء، المعلم عنده درس يأديه ويخرج على روحه. ويلقى قاعة مسخة يخرج معايا. إيش بيك؟ معناها راهو مسؤول معناها، راهو يجي المتفقد وراهو يجي نائب المتفقد وراهو يجي كل حد يدخل فميك ويجون المسؤولين من المندوبية. عندك تخدم؟ انا عندي 14 سنه من وقتاش ما خلصتش من 2 جان في 2014 من 2 جان في 2014 مدام تحكي لي في كلام صحيح ها صحيح ومتاكد من 2014 من 2014 ما خلصناش اي كيفاش عايشه في الوضعيه هذه عايشه كيما بستر ربي قداش تقريبا شهريتك ما عندناش شهريه واش باش نقارنك انا اش باش نقارنك معك ما عمرنا ما خدينا شهريه شو اش مش قارني ما نعرفش حسب ما يحكوا معناها اللي قدم تو ياخذوا معناها جماعه الحذائر اللي هما حطوهم في بلايصنا ياخذوا في 900 وكرني واحنا ما عطونا شيء لا عطونا تغطيه اجتماعيه ولا عطونا فلوس مدام بلي مليون و200 مدام في جوره المدرسه مدام نرجع للكلمه اللي هي اكش قانوني غادي مانيش قانوني وانت اللي واش حطني غادي كل حد مش يتحاسب على قد الفعل اللي عمل علاش ساكتين عليك انت ماكش قانوني يرحم والديك هذا هو اللي نحب نوصل لي هذا هو اللي اي صفه انت تدخل كونتاكتي في التلامذه وتدخل الاقسام سيدي رئيس الجمهوريه سي قيس سعيد يرحمه بيك المندوب اللي عنده علم بينا 14 سنه و7 سنين فاش كان يعمل الواش يا سيد البغديري يا وزير التربيه يرحمه بيك المندوبين استدعاهم استدعام على كامل تراب الجمهوريه سيد مانيش باندي في المدرسه راني نقدم في خدمه
راني قد... لو جيت نايم، لو جيت نايم الطرف برسمي يلزم يتحاسبوا، راهو يلزم الناس هذه تتحاسب. نايم لو جيت متطرف نخرج لك قنابل اني ما غادي، ما هو في المدرسه هي ابقى اسمع. شوف شوف، وقت تحب تزين بيا تعرفني، وقت تحب تتملس مني متطوع شو متطوع. 14 سنه يا حبيبي، 14 سنه سيدي رئيس الجمهوريه تعمل مزيه، سيدي قيس سعيد يرحمه وبيك عيط له من المندوبين وتصرف معه. احنا عائلات شفنا الظلم، معنى الكلمه ما تقول لي، تقول لي بنا صيفه غادي وهو بنا صيفه خلاني غادي حاسبه ما وقت المحاكمه. هو اللي ماني عارف. شوف لا كي يحبوا يخرجوا، كي يحبوا يخرجوا المدرسه يصوروا فيها، المدرسه اللي عندي يصوروا فيها، يجوا يصوروا فيها. نحن توك جابوني على برا، قال لك انت متطوع ما خلصوكش. سبع سنين سامي جمل، سبع سنين من 2015 موجود غاد يا خويا. كيفاش صبرت سبع سنين ما خلصتش؟ اي سيدي على امل، على امل ديما يمه، ديما يمهدوا فينا يا مدام. عايشين على امل جديد، التورتي السلحفات نبيع فيها باش نعيش صغيراتي. شوف شوف ويعطيك جدول اوقات، ها اللي يصدم، ها اللي يصدم ريت ريت، ويعطيك جدول. عندي جدول اوقات تشد سبعة ثمانية غير ربوع وتروح ماضي ساعة وكذا، ومن بعد يقول لك ما نعرفكش. شوي شوي سامي، يحاسبك تجي مؤخرا. اي نعم اي نعم، وطردني يمكن ثلاثة ولا أربع أيام من المدرسة خاطر جيت مؤخر. ويحاسبك تروح بكري. اي نعم ويلزمك تستاذن كي يجي خارج. اي نعم انت متطوع، اه رحم والديك. مفتاح نتاع البيرو نتاع المدرسه، ومفتح المدرسه كامله عيو عندي انا، فهمت ولا؟ مسؤول على المدرسه كامله وحدي في المدرسه، فهمتني ولا؟ وفي ايادي امينه والناس الكل تعرفني، وخدمت بقلب رب معناتها، وخدمتها مدرستي دهنتها فهمت، والناس الكل تشهد واهل المنطقه الكل يشهدوا والاولياء الكل يشهدوا بذلك فهمت ولا؟ وكانوا مش عاملوا لي عريضه فهمت. انت في اي مدرسه؟ مدرسه طريق العين في صفاقس فهمتني ولا؟ نخدم غادي سباق سباق سباق. القانونيه تخدم ولا لا؟ ولا متطوع؟ مانيش متطوع انا، كنت دخلت جابوني الناس فهمت، المعتمد في باله. والله ولا تجيب لي حساسيه. تو سي الفخفاخ في باله، عمل مراسله لوزاره التربيه فهمتني ولا؟ وعمل مراسله لرئيس الحكومه في الانتظار حتى نشوف الدوس هذايا كيفاش حكيته فهمتني ولا؟ قداش عندك تخدم؟ من 2017 يعني. ما خلصتش من وقتها لتوا؟ اي كما يحكي لك السيد معناتها ثم. قداش شهريتك؟ ولا ما يعرف؟ ما نعرفوش، ما نعرفش. انا نعرف الشواش اللي مترسمين قداش يخلصوا فهمت، وقداش ياخذوا في الليكيد، وقداش ويجي من الزي نتاعهم وامورهم هانيه، واحنا مسجلين على الشيء هذاك فهمت، وما يوصلنا حتى شيء. انت كي يجيو مسؤولين تاع التربيه للمدرسه اللي انت فيها تحضر بيان سور؟ انا جا انا نحضر مع المتفقدين، هذا الشيء هذا مع المتفقدين فهمت ولا، وهاك شو يسموهم المتربسين نحضر لهم خويهم ونحضر لهم القاعات وننظف. والانتخابات يعرفوني الناس الكل، الانتخابات يعرفوني. انا نسميه المندوب ولا مش لازم سي فهمت ولا؟ جا للمدرسه في زياره فهمت، صارت اشكال. جا للمدرسه مشيت له قلت له راك تشوف فيا هنا في المدرسه فهمت ولا؟ قال لي انا عندي 18 واحد في القائمه فهمت ولا؟ هذاك هما اللي ماشي تسوى وضعيتهم. قلت له انا راني موجود في القائمه مدام. قال لي ما لا يعمل الله. عندي تصور، تحب نوريك تصور مصور انا والمندوب انا وياه كيما هكا فهمت ولا؟ اسمع انت معناك تدبوك من اللون مش هذا كيف كيف فهمت، في باله بالموضوع. احنا كي مشينا ها من الناس شاهدين قعدنا معاه، قال اخر كلام اش احكي سي، قال انا تو في الهيئه هذه لابس جبه وزير التربيه بحول الله الانتداب بيجيكم قبل رمضان صحيح ولا؟ اي فهمت ولا؟ وقلنا له هات نعمل تصور، قال لا تصور من نتجنبوهم فهمت ولا مبدئيا حتى يشوف دي. كل شيء بال كل شيء راهو بال. انت من الاول كي دخلت وعطاوك المفتاح نتاع المدرسه أي. سويت على شنو؟ قدمت وثائق عملت شنو؟ عملت مطلب، عندي مطالب مصحين وفهمت ديشارج في المندوبيه، شاركت في المناظره طيحوني على شهاده مدرسيه أي. مشيت عملت اعتراض وقدمت الاعتراض نتاعي وقبلت انا والمندوب راس راس، قال لي برا باش يصبوا في مكتب الضبط ونشوفوا حل. بعد تقلبت الحكايه الكل مشاو لسامي، الكل مشاو في العفصه في الغاز. يعني انت باي صفه تدخل المدرسه وعندك مفتاح وتكونتاكتي في التلامذه وتحضر في كل شيء؟ بصفتي عون غادي خذي عون ما تخلصش، ما نخلصش. زكيه الزياني مدرسه ان نطالبوا بحقنا، تعبنا نخدموا بلاش، ما لقانا ما نصرفوا على ارواحنا، تعبنا نحبوا حقنا. قداش عندك زكيه انت؟ عندي 6 سنين من 2018 المفتاح المدرسه بيدي، عاطيهم للمدير. الانتخابات نخدم في الانتخابات، نخدم في الانتخابات. المفاتح خذيتهم باذن من 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 المندوبيه من المعتمد، ونخدموا وندخل السبعه نتاع الصباح، نسكر الخمسه والسته نتاع العشيه. ملتزمه بالوقت، ملتزمه بالوقت.
وقتي منظم، المتفقدين يجوني شاكريني زاده في خدمتي، المدرسه نظيفه، التلامذه نظيفه، قايمه بواجباتي، مسلمه حتى في داري على خاطر باش المدرسه تكون نظيفه وكل شيء. صغاري زاد نستغنى على برشا حاجات على صغاري. زكيه وهذا الكل وانت ما تخلصش؟ كل ما نخلصش هذا كل ما خذش حتى دينار لا، فرنك لا، مليم لا. قداش عندك ما خلصتش؟ عندي 6 سنين ما خلصتش، وظروفي يعلم بها ربي، ظروفي تعبه على الاخر. بالمعقول زكيه كيفاش تصبر 6 سنين ما تخلصش؟ صابره لي على امل، كل عام يقولوا ننتظر بكم العام هذا، العام الجاي ننتظر بكم، العام اللي بعد اصبروا، الصبر نصبروا، نمشوا اصبروا، شويه صبر نصبروا. هذاك اللي خلانا نصبروا. مع شكون تواصلت في 6 سنين هذوما؟ نتواصلوا مع المندوبيات، مع المعتمد، مع كل شيء، مع الوالي، يقولوا لنا شويه صبر وراكم مريقلين واساميكم عندنا. سي محمد البغديري عمل زياره لصفاقس مده جمعتين ولا 3 التالي، قدمنا له الملف. رجائي سيدي الوزير التربيه، ثقتنا فيك كبيره، بصراحه ثقتنا فيك كبيره، تعمل مزيه حل الملف هذاي واستدعانا. ما يسالش استدعاني تو نبسط لك برشا حوايج وبرشا حقائق ملموسه ملموسه. بالنسبه للانتداب هاني في وسيله اعلاميه، بالنسبه للانتداب في ولايه صفاقس عندي تسجيل صوتي وبالاسم، قالوا الانتداب من 6 ابتدائي للسابعه اساسي، عندي تسجيل صوتي سيده انتدبوها 9 اساسي. على ضوء هذه سيدي وزير التربيه وسي قيس سعيد رئيس الدوله يرحمه بيك حل التحقيق، عندي تسجيل صوتي موجود. هذه كيفاش دخلت؟ انت ما قلت من السادسه للسابعه وحنا طيحتنا ني ثانيه ثانوي واحد رابعه ثانوي وانت على بالك بينا نخدموا. السيد البنيه هذه كيفاش دخلتوها؟ سيد تحكي على شروط الانتداب. شروط الانتداب اللي صار فيها ال 500 اللي احنا ما بعد ما لعبوا بينا جابونا على التوش. انتم كاموركم مش قانونيه وما تلتزموش بالشروط، مش متوفره فيكم معنا، علاش ما نحوكمش الوقت هذاك؟ علاش ما نحوناش؟ سؤال سمح برشا، وني نحب نسال روحي ونحب نلقى له اجابه، عليه؟ عليه؟ على خاطر لازم يمشي امورهم، وعلى خاطر كل المدارس، كل المدارس عملنا محبه، عملنا محبه كبيره. اني نهار يا مدام يقيسوا فينا، ني واحد من الناس بعثوا لي 3 من الناس ثلاثة. لحظه يا زياد، بعثوا لي 3 من الناس المدارس يقيسوا فيك، يقيسوك، يجربوا المدرسه. شكون اللي يسكر فيها المدرسه؟ ما يسكرهاش الاولياء، الصغيرات، الصغيرات سكروا المدرسة. هم يعملوا تحية العلم مش قبل يروح، يلزم عم سامي يقعد. ما تقيسنيش بمحبة الصغار، رد بالك رد بالك رد بالك رد بالك، والله ننصح فيكم والله. خلينا فرحانين بالمدارس نتاعنا، خلينا عاملين جو مع الصغيرات، نخرجوكم في حاجات باهية، حاجات حلوة. المتفقد كي يجي العشية من المدرسة نتاعي يلقاهم كلها نوار. قال لي كيفاش سامي؟ قلت لي يحبوا عم سامي، حبوه عم سامي، ما ينحوهاش الوردة، تقعد مزيانه بالقفه نتاعي العشيه نجمع الورد. ما ينحاج الصغير، اعطيني بالرسمي. وصلنا لدرجه يحبوه عم سامي ويسمعوا كلام ويحبوهم الكل. راه على فكره يمكن ديما للواحد الله غالب فينا غريزه يظهر، يحب يظهر المشكله نتاعه، لكن والله صدقا الناس الكل تعب. عندكم حاجتين تسالوا عليهم، الحالات الاجتماعيه نتاعنا اذا كنا احنا نخدموا في مخاخنا ولا دخلنا كما يحكي السيد بنديه ومتحايلين على الدوله، احنا كنا حالات انسانيه وحالات اجتماعيه، فهمت ولا؟ واسال الاولياء والمديرين واهالي المنطقه كلها اذا كان فينا واحد عنده معناتها مشكله مع اي ولي ولا مع اي انسان، بل بالعكس نزيد نعاونوهم الاولياء ونشجعوا فيهم وهم يشجعونا. وصغيراتهم والله التليفون لا يسكت، بالله يا زياد ولدي سبح ذاك ولدي بعد، كنا راهو ما عندناش حتى بغض من اي واحد. واصلا حتى يوصل المدير للمندوبيه يمشي يكلم المندوب يقول له راهو عندي فلان الفلاني يخدم في المدرسه وكذا، مريقل معناتها، فهمت معناتها. نداء والناشد وزير التربيه سي محمد البغديري والناشد سي قيس السعيد رئيس الدوله يرحم وبيك، الملف هذا راهي 318 عائله في تونس، 47 عائله في ولايه صفاقس، نخدموا في المدارس سنوات، بين علي فيها 17، بين علي فيها 17، مازال شاكر فيها 4، قرمده فيها 2، سخيره فيها 6، اش تحبني نسمي؟ ثم في المندوبيه بحذاك يا سيدي، انا بعيد ما ريتنيش، هو اللي بحذاك بحذاك بحذا المندوبيه، وينك انت؟ 7 و6 سنين وين؟ هذه مدام هذه عندها 2 بنات ورجلها مش مرتاح. من 2017 دخلت، ناداني المدير والمعلميه، خرجت الشاوشه نادوني قالوا لي ايجا هكا، ومشيت وقدمت ملف وصبيت واعطوني من اول نهار لنفاتح نحل ونسكر وكليكا كيما قالوا له خيان وكليكا.
ونمشي لهم يعدوني. كي يصير الانتدابات نسول لك وضعيتك، كي صارت الانتدابات اختاروا واحدة أخرى ونجابوني على برا واسمي محطوط في لهم. جاو بعدك شكون في الفترة ذيك ولا؟ وقتاش صارت الانتدابات ساعة؟ في 2020 اللي حلوها 500 نتاع 2021 اللي 2021 كي صبيت المطر. 2021 لتو واش تعمل؟ نخدم، قاعده نخدم في نفس المدرسه. في نفس المدرسه الطريقه قانونيه ولا مش قانونيه؟ لا مش قانونيه. ايوه المدير في بالو بيك؟ المدير على بالي بيه، المدير الاول والثاني والثالث. اي اعطاني شهاده لهذا ما توكا اعطاني شهاده بلي كون انا نخدم ومنضبطه واموري واضحه. هذه من اللي دار بلاش فلوس، بلاش فلوس.